أحسن الله عليك يا شيخ. ما هو نريد حد المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يمكن أحد من المسلمين جهله، كوجوب الصلاة مثلا وتحريم الخمر والزنا وما أشبه، هذا من المعلوم بالضرورة من الدين. المعلوم بالضرورة من الدين أن الخمر حرام، وأن الصلوات الخمس فريضة، وأن الزنا محرم، وأن قتل النفس محرم وما أشبه ذلك. فأما الشيء الذي لا يعلم بالضرورة إلا بعد البحث والنظر فهذا ليس مما يعلم من الدين بالضرورة.